يرن يرذن تصمزين ذا النعمة يقرزن السوطة سيكت مقول عمي الطيوب ذو رفيق صحفي ذا ذي فلاحن تميقين وضغير قف قيث وذا سوجد يفدون تميقرا ذو سروث. يوم اللي بدينا الحصاد إن شاء الله أتمنى بارك يكون منتوج جيد سدير السنة هذا الفلاحين يفرحوا والجزائر كذا سدير مليحة الجزائر كاملة كما نشوف إن شاء الله توصل واحد 35 40 قنطار في الكتاب مدونا الزاوية على السنة هذه باطل ولي زونكاري ولا مونيطا ولوري من بعد مديلا وزون 5300 هكتار يرذن تصمزين وذو رفق ديلان اي فلاحن لو ان تميقراد وسروث يبضض ويال التويلات ظهر جيلاقان يلدي المنداذ. هذه المساحة خصصنا لها 46 حصادة ماسونيز باتوز اللي راكم تشوفوا فيها اليوم 9 للسيسيالاس والباقي للخواص. الدولة الجزائرية عوضت الفلاحين وين مدت المدخلات باطل لي سومونس مع لي زونغري باطل اللي كان في صالح 872 فلاح. اليوم أشرفنا على إعطاء إشارة انطلاق حملة الحصاد والدرس على مستوى منطقة وادغير، وهذا وقوف عند المجهودات المبذولة من طرف الدولة وذلك في تدعيم الفلاحين في شتى الميادين. ركزنا كذلك اليوم على المردودية المنتوج لضمان الأمن الغذائي وهي تعليمات السيد الرئيس الجمهورية. زتنا الغلايقي مقران نيرذنا تصمزين أسرفاسنا تفلاح ثنفكيث أسنرنان دي مذقان وجمع للنعمة يقيا ذيك سيدي عيش ذخرطة من بعد مديلا كان ذي ثمن وضغير.